قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ليكونن في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. خسف الزلازل، خسف يخصب به الأرض، ومسخ أن يمسخ الإنسان. مسخ هيحصل في الأمة. ابن القيم في كتاب الداء والدواء راجعها قال أن المسخ قد يكون على الأجساد وقد يكون على القلوب، فيمسخ قلب الإنسان إلى قلب الحيوان الذي يشبهه في الأخلاق يعني. واستدل على هذا بقول الله عز وجل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. لما امرأة تتصدم إن زوجها مثلا بيفرج صورها للرجالة، ده يبقى راجل ده ولا يبقى إيه؟ ده يبقى قولي ده يتقال عليه خنزير صح؟ أيوه فعلا، تصدق في شبه من خنزير فعلا اللي يعمل كده. الخنزير بيقولوا عنه إيه؟ لا يغار، ديوس. فأنثى الخنازير في وسط الخنازير لكل الخنازير.